بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا درس جديد وهو بعنوان تحديد النواتج الممكنة. فكرة الدرس: سوف أجد النواتج الممكنة لتجربة. إذن يا عزيزاتي لدي استعد في مباراة كرة سلة. إذا صوب خالد رميتين حرتين في اتجاه السلة، فما النواتج الممكنة؟ إذا تعلمت يا عزيزاتي أن كل نتيجة يمكن أن تحدث في تجربة تسمى ناتجا، ويمكن إنشاء جدول لمعرفة جميع النواتج الممكنة. إذا يا عزيزاتي طلب مني سؤال: فما النواتج الممكنة؟ إذا لقد صوب خالد رميتين في اتجاه السلة. إذا إحدى طرق معرفة النواتج الممكنة هي إنشاء جدول، حيث يحدد تقاطع كل صف وعمود في هذا الجدول ناتجا ممكنا. إذا يا عزيزاتي لدي الرمية الأولى، إما أن تكون في السلة وإما أن تكون خارج السلة، ولدي الرمية الثانية، إما أن تكون في السلة وإما أن تكون خارج السلة. إذا يا عزيزاتي في السلة، إما أن تكون في السلة، إما أن تكون الرمية الثانية في السلة. إذا لدي الرمية الأولى في السلة، إما أن تكون الرمية الثانية خارج السلة. الرمية الأولى لدي خارج السلة، إما أن تكون الرمية الأولى خارج السلة والرمية الثانية تكون في السلة. إما أن تكون لدي الرمية الأولى خارج السلة وإما أن تكون لدي الرمية الثانية خارج السلة. إذن يا عزيزاتي كم لدي أصبح لدي من ناتج؟ إذن عدد النواتج الممكنة لرمية خالد هي 4 نواتج. لدي النتيجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. أحسنتم، إذن لدي 4 نواتج. إذن عدد النواتج الممكنة لرميتي خالد هو 4 نواتج. واضح يا عزيزاتي؟ إذن ننتقل للمثال التالي. هناك طريقة أخرى لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة، وهي استعمال الشجر. إذن وهي استعمال الرسم الشجري. إذن يا عزيزاتي سوف أستعمل الرسم الشجري. طيب طلب مني المثال: يقوم طالب بتدوير المؤشرين على القرصين، ما عدد النواتج الممكنة لتلك التجربة؟ طلب مني يا عزيزاتي ما عدد النواتج الممكنة لتلك التجربة. يمكن استعمال الرسم الشجري لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشر القرصين. طيب يا عزيزاتي لدي المؤشر الأول، إما أن يتوقف لدي عند اللون البرتقالي. أحسنت، إذن إما يتوقف لدي عند اللون البرتقالي وإما أن يتوقف لدي عند اللون البنفسجي. أحسنتم يا عزيزاتي، إما أن يتوقف لدي عند اللون البنفسجي وإما أن يتوقف لدي عند اللون الأصفر. إذن الأصفر. إذن المؤشر الأول، إما أن يتوقف لدي عند البرتقالي أو البنفسجي أو الأصفر. المؤشر الثاني يا عزيزاتي، المؤشر الثاني، إما أن يتوقف عند الأحمر وإما أن يتوقف عند الأزرق. إذن يا عزيزاتي لدي البرتقالي، إما أن يتوقف لدي عند اللون الأحمر أو اللون الأزرق. لدي اللون البنفسجي، إما أن يتوقف لدي عند اللون الأحمر وإما أن يتوقف لدي عند اللون الأزرق. اللون الأصفر، إما أن يتوقف يا عزيزاتي عند اللون الأحمر أو يتوقف عند اللون الأزرق. طيب يا عزيزاتي النواتج، كيف كتابة النواتج؟ إذا لدي برتقالي أحمر، إذا برتقالي أحمر. لدي برتقالي أزرق، إذا برتقالي أزرق. إذا الناتج الأول، الناتج الثاني، الناتج الثالث. لدي إما أن يكون بنفسجي مع الأحمر، إذا بنفسجي وأحمر. الناتج الثالث، الناتج الرابع، إما يكون بنفسجي مع الأزرق. أحسنتم، إذا بنفسجي وأزرق. إذا الناتج الرابع، الناتج الخامس، إما يكون الأصفر مع الأحمر، إذا أصفر وأحمر. أحسنتم، الناتج السادس، إما أن يكون يا عزاتي أصفر وأزرق. أحسنتم، إذا الناتج السادس أصفر أزرق. إذا يا عزيزاتي يوجد لدي 6 نواتج ممكنة لتلك التجربة: 1 برتقالي الأحمر، 2 برتقالي أزرق، 3 بنفسجي وأحمر، 4 البنفسجي والأزرق، 5 الأصفر والأحمر، 6 الأصفر والأزرق.
واضح يا حلوين الرسم الشجري؟ إذا ننتقل يا عزيزاتي للمثال التالي. سؤال اثنين، طلب مني استعملي طريقة الرسم الشجري لإيجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة رمي القطعة النقدية وتدوير المؤشر. إذا لدي القطعة النقدية وتدوير المؤشر، طلب يا عزاتي بالرسم بطريقة الرسم الشجري. إذا لدي اللون ماذا؟ أحسنتم، إذا لدي اللون، إذا لدي اللون أحمر، ولدي اللون ماذا يا عزيزاتي؟ أحسنتم، إذن ولدي اللون أزرق، أحسنتم بارك الله فيكم. إذن يا عزيزاتي اللون الأحمر إذن يا عزيزاتي طلب مني استعمل طريقة الرسم الشجري لإيجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة رمي القطعة النقدية وتدوير المؤشر. إذن يا عزيزاتي لدي الأحمر، إذن لدي اللون الأحمر ولدي اللون الأزرق. إذن التجربة الأولى ماذا لدي؟ الأولى ماذا؟ أحسنتم بارك الله فيكم، إذن المؤشر. الثاني يكون القطعة النقدية، إما أن تكون القطعة النقدية شعار، أحسنتم، وإما أن تكون، إذن يا عزيزاتي إما أن تكون شعار، وإما أن تكون يا عزيزاتي إذن شعار، وإما أن تكون كتابة، أحسنتم، وإما أن تكون كتابة. إذن لون الأزرق أيضا، إما أن تكون القطعة النقدية شعار، أحسنتم بارك الله فيكم، وإما أن تكون كتابة، أحسنتم يا مبدعات. طيب يا عزيزاتي طلب مني، أحسنتم، إذن طلب مني يا عزيزاتي إيجاد عدد النواتج. إذن طلب يا عزيزاتي إيجاد عدد النواتج، إذن النواتج ألاحظ يا عزيزاتي باستعمال الرسم الشجري. إذن يا عزيزاتي النواتج، النتيجة الأولى إما تكون أحمر وشعار، أحسنتم، إذن أحمر وشعار. الناتج الثاني، أحسنتم، إما أن يكون، أحسنتم، أحمر وكتابة، أحسنتم بارك الله فيكم. الناتج الثالث، إما أن يكون أزرق وشعار، أحسنتم، إذن أزرق وشعار، أحسنتم يا مبدعات. الناتج الرابع، إما أن يكون عندي، أحسنتم بارك الله فيكم، إذن أزرق وكتابة، بارك الله فيكم يا عزيزاتي. طيب يا عزيزاتي طلب مني، إذن يا عزيزاتي طلب مني كم ناتج لدي؟ إذن واحد أحمر وشعار، اثنين أحمر وكتابة، ثلاثة أزرق وشعار، أحسنتم، أربعة أزرق وكتابة. إذن يا عزيزاتي إذن أحسنتم، يوجد أربعة نواتج ممكنة لتلك التجربة، أحسنتم يا مبدعات، أحسنتم بارك الله فيكم. واضح لكم يا عزيزاتي؟ واضح لكم جميعا؟ إذن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.